بس. هي كانت مسابقة تبع وزارة الشباب والرياضة، والحمد لله العبد لله أخذ المركز الأول على مستوى المركز، وبنصفي على مستوى المحافظة دلوقتي. فقلنا نخلص المسابقة وبعدين نقولها لكم يعني. أنا سامعكش أصلا تتكلم زي كذا. بتقول 6 أكتوبر، 6 أكتوبر مش تاريخ مكتوب في نتيجة ولا يوم عادي، وعمره مكان مجرد عطلة أو يوم راحة هنقضيه في البيت والنادي. 6 أكتوبر درس وعلامة ورد كرامة، ما يوم هتحرر من طغيان الأسر الظالم رمل بلادي. بعد النكسة الصهيوني كان مفتكر ان احنا نسينا وعدت عادي وبردت نارنا، وانه حيقدر مثلا يعني يبلع سينا ويرهب ناسنا ويهدم دارنا. عرفناه مين احنا ساعتها وجاه الرد الساحق يومها وخدنا بطارنا. هاتوا مقص ولدي. في 6 اكتوبر طلع الجيش المصري يحارب بكل اسوده، وكانت 9:02 وقبل العصر، ورجالتنا حلفوا يمين الله ما يعودوا الا ورافعين فوق ايديهم رايه النصر. يا سلام. ويرجع تاني الخير يعم البيت ويسوده. ما هو 6 اكتوبر كان بمثابه لعنه كبيره على اللي تعدى معنا حدوده. في ساعه الحرب جندي نجاتهم تمشي تهز الارض افعالهم، وكانوا نسور في السماء بتحوم، فرحانين بالموت لو جالهم وكان موافق شهر الصوم. وخط النار اللي قالوا منيع واحنا مش كده، ولا في سنتين نقدر على هده، راحوا اولادنا وعبروا وقدروا في 6 ساعات على الايد يتعدى. الله تعالى. الله جميل جميل جميل. ورد 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 ورد. تاني تاني حتى لي تاني. رجالتنا وخط النار اللي قالوا منيع واحنا مش كده، ولا في سنتين نقدر على هده، راحوا اولادنا وعبروا وقدروا في 6 ساعات على الايد يتعدى. سلام. رجالتنا كان هدفهم رجم الظالم وفتكه وطرده. رجالتنا كان هدفهم رجم الظالم وفتكه وطرده، وكان اسود في وقت الجد خير جنود الله على ارضه يقطعوا اي ايدين تتمد. مجتمعين مسلم ومسيحي قلب بقلب ويد بيد، وتحدوا الصعب باصرارهم وهدوا حصون الظالم هذا. رغم الصعاب رغم العذاب رغم الالم رفعوا العلم. رغم العذاب رغم الصعاب رغم الالم. الحته دي بحساسيه. رغم الصعاب رغم الالم رفعوا العلم كده. رغم الصعاب رغم العذاب رغم الالم رفعوا العلم، وعليت الصيحات لفوق الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. صوتها كان بيهز قلب المعتدين. أيوة. رغم العدد رغم العتاد رغم اللي كانوا مساندين، جيوشنا عبرت رغم انف الحاقدين. ما هو فرق شاسع بين اللي بيحارب عشان خاطر الفلوس وبين اللي بيحارب عشان خاطر عقيده وعنده دين. يا سلام. الله تعال تعال تسجيل تسجيل تعال ادري تعال تعال. رغم الصعاب رغم العذاب رغم الالم رفعوا العلم، وعليت الصيحات لفوق. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. صوتها كان بيهز قلب المعتدين. رغم الالم رغم العذاب رغم الصعاب رفعوا العلم، وعليت الصيحات لفوق. الله اكبر الله اكبر. صوتها كان بيهز قلب المعتدين رغم اللي كانوا مساندين، جيوشنا عبرت رغم انف الحاقدين. ما هو فرق شاسع بين اللي بيحارب عشان خاطر الفلوس وبين اللي بيحارب عشان خاطر عقيده وعنده دين. رجال بلدنا بنفتكرهم نفتخر لهم، تحيه بقلبي مش بس الايدين، لهم تحيه بقلبي مش بس الايدين. تحيه جمهوريه مصر العربيه. تحيه مصر. لا اكبر. من فرنسا والله والله تحية عذرة من فرنسا. أحسن ناس ناس فرنسا، وسلام مربع عشان خاطر ناس فرنسا يا معلم.